الطالب حمزة سعيد فليتفضل. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب بها إلى رب البريات، عبادة موصلة إلى رب الرحمن الرحيم. هذه العبادة هي بر الوالدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. والداك أمك وأبوك، أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر، وهذا الذي يرفع الثقل والحمل 9 أشهر متواصلة في ليله ونهاره وحمله وتنحاله. إلا الأب بطنها لك وعاء وصدرها لك سقاء، تنظر إلى مرض وتتأوه إلى تنهى وتسهر عليك الليالي لا تذوق وانظر حتى ترتاح، تنظر عنك الأذى بيدها، والواحد يتأثر من أذى نفسه. وأما أبوك يفي والكفاية ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل أن يؤمن لك الراحة واللقمة الهنية. يقول الشاعر: أمة الوجدان بر الوالدين، فرض عين من إله العالمين، ذكره يتلى بقرآن كريم. يا أبا الإيحاء المحيي الأمين، اذكر الإجهاد في حمل الأمين، مرقها في عذاب بالأمين، واذكر الأرضاع من أم الحنون، عينها في لهفة طول السنين، كنت محميا بعين الوالدين، سود عين شاهد عنه الحكم. واذكر الأب العطوف المرشد، إنه ليس مزدان كالعين، باكرا في سعيه نحو السقوط، زاهلا من بيته خصم الخصم، متعبا في همه لا يشتكي، في نشاط دائم لا يستكي. كن ودودا كن عطوفا يا بني، كن اسما في الصعود. الطالب الثاني